من المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي. لاحظت سكك حديدية منتشرة، وحتى سكان المكان لاحظوا هذه السكك. مرات أسمع أصوات متكررة، أصوات تدل على القوة والسرعة. شوي وانصدمت بوجود شبكة نقل قطار له هيبة الصراحة، وله عربات كثيرة، وحاولت أعدهم بس ضيعت في العدد. ياني فضول، أبغي أعرف وين ساير وشو يحمل. قررت أستكشف زيادة عن هذا القطار الضخم. موجود حاليا في المقر الرئيسي لقطارات الاتحاد، وخاطري من زمان اشوف القطار قدام عيني. حاليا موجود عند القطار بالضبط عشان اعطيكم تفاصيل هذا القطار، وشو يضم هذا القطار، وشو المواصفات الموجودة في هذا القطار، خصوصا ان هذا القطار يعتبر من احدث القطارات في العالم. يتم تحريك القطار عن طريق الوقود، خصوصا الديزل. لو تلاحظون صوته الحين يتحرك. وايضا قوة هذا القطار 4300 حصان كقوة المحرك، فما شاء الله القطار قوي جدا، ويشل انواع مختلفة من البضائع واوزان مختلفة. الحين بندخل داخل وبنشوف من الداخل كيف مكان السايق وكيف يشتغلون والتفاصيل كلها. واو واو، شيء عجيب، مكان عجيب. اول مره في حياتي ادخل قطار ومكان السايق بعد، شيء عجيب. فتشوفوا هم اللي يشتغلون في القطار، وما شاء الله فيري بروفيشنال، محترفين جدا في حركه هذا القطار، يعرفون اكثر عن هذا القطار والمكاين الموجوده داخل هذا القطار. So I'm amazed at this place. I have never been to a train before. So from what I see, like so many stuff and buttons. What is this red color? I'm just focusing on this one at the moment. This is the brake handle. This is what allows us to stop the train. When we apply brakes using this handle, what I'm doing is applying brakes on the whole consist of the whole 100 wagons, 110 wagons at the same time. طبعا القطار يوم يوصل مثلا لمنطقة الرويس، مرحلة الوقوف تاخذ تقريبا على مسافة 880 متر. قبل 880 متر من الوصول يبدأ القطار شوي شوي يوقف لأنه يحمل عدد كبير من البضائع. شوف القطار الثاني حاليا يتحرك، صاير حبشان. الحين القطار يتحرك لقدام. طول كل قاطرة 23 متر، ووزن القاطرة توصل ل 192 طن، وتستوعب 110 عربة، ويوصل طول القطار إلى 1.8 كيلومتر. الحد الأقصى لسرعة القطار 100 كيلومتر. في المرحلة الأولى من المشروع طول السكك الحديدية توصل إلى 264 كيلومتر. يحمل القطار يومياً 22 ألف من حبيبات الكبريت. يتم نقل حبيبات الكبريت من محطة شاهو حبشان إلى محطة الرويس. السايق مش الوحيد اللي يتحكم في القطار، في ايضا منطقة الاوبريشن روم. الحين سارينا منطقة الاوبريشن روم، وفي هذا المكان يستخدمون سيستم اسمه ETCS Level 2، فبنتعرف اكثر مع الموظفين. اول شيء انا ميثر رميثي، مراقب قطار في شركة اتحاد القطارات دي بي. وظيفتي هي اني انا اراقب حركات القطار واهتم بسلامتهم على السكك الحديدية.
الحين الاتصال على الجي اس ام ار هو نوع من انواع الكوميونيكيشن، بس نحن نتعامل مع السيجنال اللي هي الشاشات اللي تخلينا نتحكم بالسكة الحديدية وبحركة القطار. هذه الخريطة تساعد في معرفة الأخطاء اللي تحصل أحيانا في القطار أو في السكك الحديدية. لو تلاحظون هنا هذه منطقة الرويس، وهذه منطقة شاه، وهذه حبشان، ونحن تقريبا في هذا المكان صوب المرفا. خلصت تغطيه اليوم لمشروع قطار الاتحاد. طبعا هذا المشروع ضخم وفي معلومات كثيره، فلهذا السبب في تغطيات اخرى ان شاء الله قادمه لهذا المشروع.